القضاء والقدر وحي إلهي كو حكمين كرة لنغو وحي إلهي كو قدرين كو قنع لابد أسي هذا قلبي جناء اعتماده وحد ديدا الله شيخ يوضن إن سامين مايان وحد ديدا ما أنت كجرة قرآن كسف عنو دقيسو ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ما حاكو حيقا وبشر الصابرين داود حنونا دا الدوية دا كجر أودا وصبر ويان مفتاح الفرج وصبر ويان أدونك مخير معنا ومصير أدونك وحمد دوران كرئيس سقو وحي لها يكون قدر أذيك وين أتكون قنع ذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحي نوشا يقول ملايك تمركي إلمها يرأي نفتك قبتان أيو إلى هاي ملايك تكوير هذا أدون كيجي إلمه يصير روحنا ما كسو قابتين ها بيد هذا أدون كيجي مريه قلبي جي سما سو قابتين ها وان سو قابني مركز إلى هاي هذا فماذا قال عبدي أدون كيجي مركز إلمه يصير روحنا كسو قابتين محيري بليش هذا مركز إلى هذا حمدك واسترجع حمدة ما معنى الحمد لله على كل حال بيوري إنا لله وإنا إليه راجعون بيوري مرقاسو إلى هيدا هذا ما دام أضون كيجي مركي المي سنفتح كسو قابتين وأنا جاي إما هاد نقي وإسقون حقي كأصون نقضي ابن لعبد بيتا في الجنة أقل جنة وقد سا أقل كان واحد وقول ما قدر تنقري ما هاد نقا مؤمنكم برواغدنا وكم عاشا مصيبة هذا يكون عدنا وكم عاشا وقفك مؤمنك لكن